من تناقض محمد مصطفى عبد القادر. واحد مسألة الحلبي، والله دي اضطرب فيها اضطراب وتناقض فيها تناقض عن الكلام. المقطع رقم واحد جايبينه بيتكلم وراه مشمع كده زي بني ولا شنو، المهم لون زي كبدي ولا شنو حاجة دي. هاي قال مزمل جاب لي مقطع صورة وصوت أو صوت للحلبي، وقرأت له كتابا وكان من تلاميذ الألباني، ثم لما أتاني مزمل ابننا مزمل جاب لي مقطع، عرفت أن الرجل تغير وأنه ليس بسلفي وأنه من جماعة الإخوان أو أنه من الإخوان المسلمين الذين يثنون على حسن البنا وعلى محمد حسان. الحلبي ده أنا كان قرأت له كتاب والله، ومع سوداني أردني قرأت له كتاب كان من تلاميذ الألباني، لكن تبين لي بالأمس امبارح الشباب أو امبارح الأخ مزمل جاب لي مقاطع صورة وصوت وكتاب للرجل، وجدت أن الرجل قد انحرف عن المنهج، وده عادي يقبل منك بعد ساعتين تلقاه تغير زمن بتاع فتن. نعم شو عرفت انه تغير وصار وكشف عن هويته، وعرفت انه ليس بسلفي وانه من جماعه الاخوان المسلمين الذين يثنون على حسن البنا ويثنون على محمد حسان، بالاضافه الى اباطيل كثيره اخرى. انت فاهم كلامي؟ ده كلام منه ام مصطفى. بعد فتره اختلف مع شنو؟ مع الشباب. وبعد ذاك الحلبي جاء ونزل عند الإصلاح، وهم طلع بيان في التحذير من شنو؟ من الإصلاح، وعنده محاضرة في جبل أولياء لغاها لأنها حقت منه الإصلاح. وأحذرك من هذا المنبر أن تنتسب إلى هذه الجماعة، جماعة الإصلاح، لأنه بترئيسنا جهلة. دل إخوان مسلمون ومنهجهم منهج منحرف، ونحن نرد عليهم ما يقبلوا ذلك. عشان كده حتى اختلفوا مع الشباب ناس مزمل في الحته دي. بعد ذاك جاب الحلبي وقعد معاه في مكتبه، وقبليه ولا بعدها طلع مقطع. المهم بعد اختلف مع الشباب، بعد اختلف مع الشباب قال شنو؟ قال الشيخ الحلبي الرجل من علماء اهل السنه ومن الثقات عندي، ومن الثقات عندي، وبجيبك انت يا عصبي يا مزمل وغيره تقعدوا معاه انت والعصابه اللي معاك، يجهلكم بلغه العرب. قال دعم منه الحلبي، الرجل اللي هو الشيخ الحلبي حفظه الله، رجل من السعوديه يا عصبي يا شماش، رجل من علماء اهل السنه ومن كبار الثقات عندي، عرفت؟ الحلبي ده عالم كبير ثقة عندي، فهمت؟ وأنا بقول للعصبي وجماعته إذا أنت راجل ما تقول الحلبي، يوم الحلبي يجي يا عصبي أنا بلمك معاه في مكتبي ده، أبقى راجل تعال يا عصبي يا شماشة، يوم الحلبي يجي أنا بقدر أجيبه لك هنا في مكتبي بعدها، بجيب لك الحلبي وتعال بالعصابة بتاعتك كما جهلك بلغة العرب تعال قابلني. ده تناقض رقم واحد في المقاطع الأولى. تاني نمش قدام، بعد جرح الحلبي وجا عدله تاني مشى للرضواني، قام الرضواني بقى يتكلم في الحلبي في البصيرة ما شفتها، ومحمد مصطفى ماله قاعد وده يتكلم في شنو؟ في الحلبي. كذا يا جماعة دي الأمة كيف أصلا؟ الزول هناك يقول كلام وهنا كلام وبيجاي كلام، ومع الشباب يبقى وراه الشباب يقول كلام، بغادي وراه جماعة يقول كلام تاني، ده شنو ده؟ وتجي بيجاي تقول كلام وليديل تقول كلام، يا أخي ما بتخاف من قول الله تعالى؟ ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم. طيب كلام بيجاي وكلام بيغادي ولخبط، ده رقم واحد من التناقض في الحلبي.
اثنين، والحلبي ده العلماء حذروا منه، حذروا منه، نازل بيقول لك انتوا تضعنوا في العلماء، تسيئوا للعلماء، انتوا العلماء 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 الى اخره، ياتون العلماء بتاعينك ديل السيدة ده شايفينه من علماء هذه البلاد، كذب وجهل وتكثير وتناقض، ولسه جايك اصبر لي شويه. طيب، والعلماء تكلموا في الحلبي، احمد النجمي شيخ ربيع بن وادي المدخلي تكلموا فيه، عبيد الجابري، محمد ابن هادي المدخلي. والحلبي قد ملأ الدنيا بالصريخ بالصراخ والضجيج، والسؤال عنه يتكرر فنحن نجيب عليه، فإذا سئلنا أجبنا، لا يجوز لنا أن نكتب. والحلبي إلى الآن ما تبرأ إلا من وحدة الأديان في رسالة عمان، والقول بحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة ما رجع عنه ولا بحرف، ويمدح صنوف المبتدعة من المتحزبين، محمد حسان سلفي، وعدنان عرعور سلفي، والمغراوي سلفي، وفلان سلفي، وهؤلاء قد تكلم فيهم العلماء وتبينت أباطيلهم، وهو لا يزال إلى الآن يدافع عنهم، بل إلى المظاهرات وهو يمدح محمد حسان،